بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون هذا خطأ يطلب مني إعادة إقلاع البرنامج لأن هذا الملف ديالال غير موجود في هذا الجهاز. البرنامج هي أداة مرافقة لأدو بلاير وخاصة بإنترنت سيكوريتي. المشكل أن أو سبب ظهور هذا النافذة هي غياب ملف فيزيوال ستوديو أو فيزيوال سي بلس بلس. هذا البرنامج يستعمله هذا الأداة كذلك وحتى الأوفيس مرافق للأوفيس. كيف نحل هذا المشكل؟ ببساطة بالذهاب إلى هذا الرابط. هذا الرابط خاص بمايكروسوفت، تجدونه تحت الفيديو. مباشرة تقوم باختيار اللغة التي تناسبك ثم تحميل، فيظهر لك هذه النافذة لاختيار الأداة أو البرنامج الصغير الذي يتوافق مع نواة نظام الكمبيوتر الخاص بك. لمعرفة نوع النظام نوع النواة تذهب إلى كمبيوتر ثم Properties. في هذه الصفحة تجد Type System، كما تشاهد Type Type to System System اكسبلواتاسيون 32 بت. اذا نوع النظام ويندوز ب 32 بت. فاعود الى تلك الصفحة واختار الذي يتوافق مع 32 او 86، فاقوم بالاشارة عليه ثم next. يقوم الآن بعملية التحميل كما تشاهدون في هذا الأيقونة الصغيرة، 6.2 ميجا أوكتي. بعد انتهاء التحميل يفتح مباشرة أو تقوم بفتحه أنت ثم إكسكيوتي. هذه الواجهة الخاصة به أكسبت إنستال. فالآن يقوم بعملية التنصيب في الجهاز، لن يطول الأمر. تم تحميل أو تنصيب هذا تحميل وتنصيب هذا الأداة بنجاح. يمكنني التأكد بالذهاب إلى مكان إلى Control Panel ثم أيقونة حذف وتعديل البرامج والبحث عن هذا السطر Visual C++ 2013. هذا هو بتاريخ اليوم تم تنصبه بشكل جيد وهو يدعم هذه الأداة كما قلت سالفا أنت Security True Key. فلن تظهر بعد الآن هذه هذا الخطأ. إذا كان هذا الدرس مقدم من قناة نسيم ديزاد. هذه القناة يمكنك الاشتراك فيها. في الأخير شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.